أهلا بكم. بحضور رسمي وكنسي وشعبي واسع أقيم في كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في أم السماق بعمان حفل مهيب بمناسبة تولية المطران جوزيف جبارة رئيسا لأساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن. أسرة مكتب فضائيات نورسات في الأردن تتقدم بالتهنئة والتبريك للمطران جبارة متمنين له خدمة مباركة ضارعين لله القدير أن يمده بالعون والنعم السماوية. تفاصيل أوفى حول هذا الحدث في التقرير التالي. على وقع أجراس كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق ترأس سيادة المطران إلي حداد مطران الروم الملكيين الكاثوليك لأبرشية صيدا ودير القمر في لبنان صلاة احتفالية بتولية رئيس أساقفتها الجديد المطران جوزيف جبارة الكلي الوقار رئيسا لأساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن، وذلك بحضور السفير البابوي في الأردن والعراق ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد طوال والسادة الأساقفة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن ومطران الروم الأرثوذكس فيندكتوس والمطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس ومطران الجليل للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني ومطران الجليل السابق إلياس شقور ومطران الموارنة في الأراضي المقدسة والأردن موسى الحاج والمطران سليم الصايغ والآباء الكهنة ممثلي الكنائس المحلية في الأردن وكافة كهنة الروم الملكيين الكاثوليك في المملكة وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وأمين عمان المهندس يوسف الشواربي ومدير عام جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات ومدير مكتب البعثة البابوية في الأردن السيد رائد البهو والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية النورسات في الأردن وممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية وأصحاب الفضيلة والسماحة في المملكة. فصحى كاملا الإجلال فصحى بريئا من العين. وبعد ترنيم الفصحيات التي تجسد زمان القيامة المجيدة ألقى الأب بولس حداد كلمة الكهنة بصفته عميدهم وأكبرهم سنا عبر فيها عن بالغ سروره وشكره لله تعالى على انتخاب المطران جبارة على أبرشية الأردن. لقد وضعتم يا صاحب السيادة بداية عملكم بأنها وثبة نحو المستقبل، وما أحلاه وصفا. وبالحقيقة إننا صرنا نميل إلى الابتهاج المستق بمستقبل قادم لأن فيه الله، وهذا المستقبل نراه متهللاً حيث تستولي عليه المشيئة الإلهية لا الأهواء البشرية. وقبل تسليمه لعصر رئاسة الأسقفية لسيادة المطران جوزيف جبارة تلى المطران إلي حداد مطران الروم الملكيين الكاثوليك لأبرشية صيدا ودير القمر في لبنان نص صكي منح التولية القانونية للمطران جبارة كرئيس أساقفة لأبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك لممارسة مهام منصبه الجديد على الوجه الصحيح وفق قوانين الكنائس الشرقية. ولتكن لك عصا رعاية وتأديب وحماية. أكسيوس مستحق. فوق هذه الفضائل والمزايا كلها وضع السيد فضيلة المحبة. ومن جانبه ألقى المطران كير جوزيف جبارة راعي الأبرشية الجديد رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك كلمة أثنى فيها على الحضور والقائمين على هذا الاحتفال، مركزا فيها على التمسك بالإيمان والفضيلة والمحبة
شاكراً كل من سبقه من مطارنا على تولي كرسي الأبرشية، وأيضاً كل الفعاليات التي قامت بتنظيم الاحتفال من آباء الكنيسة وكشافة وشبيبة وأخوية، وأيضاً جوقة الكنيسة التي أحيت هذا الاحتفال بقيادة الأب عماد بواب. وبالملك أوحي إليك فابتهل إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. وفي ختام الخدمة الشريفة ورتبة التولية، تلقى المطران جوزيف جبارة وأساقفة الروم الملكيين الكاثوليك وكهنتهم التهاني من الحضور من مطارنا وكهنة وأبناء الرعية في باحة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، وسط أجواء من المحبة والفرح على ألحان مجموعة الكشافة في الكنيسة.